بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على عين الأعيان، نقطة بداية الأكوان، النبي الصادق الأمين، صلاة تذهب بها عنا جميع الهموم والغموم والأحزان، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. شوقا إليك وفي يمينك بيرق، ومنازل الدنيا ومنازل الدنيا بوجهك تشرق. سنظل ندعو الله جل جلاله فرجا لآل محمد يتحقق، بظهور قائدنا وصاحب أمرنا فخر الإمامة من له نتشوق. أرى في وجوه أحبتي وفي نظرات عيون أخوتي يتطلعون إلى أمل قريب، فيه سعادة، فيه نجاة قلوب محترقة، ونفوس ظمأة تريد أن ترتوي من معين. هو للإنسانية عزة وهيبة وفخر ونبراس، إنه الأمام الهمام والبطل الضرغام، سليل النبوة، المهدي الموعود، عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام. كلام سبق وحوار تقدم في حوارية سابقة من السلسلة الذهبية في المسيرة المهدوية الموسومة بالمهدي في الإنجيل وعقائد أخرى، وطاف بنا الحديث طويلا إلى أن حلت قوافل الأفكار في وجود الفكرة المهدوية متجذرة من الفطرة في العديد من العقائد على مر التاريخ، فكان الأغريق والرومان نصيب منها. في التاريخ المرحلي يحتوي في طياته صراعات تعتبر أساسية للانتقال بعد وصولها لذروتها إلى المرحلة اللاحقة، وهذا التفسير ما ذهب إليه الأغريق والرومان. ولكي تتضح الصورة أكثر، نجد أن مثل الهسيود في القرن الثامن قبل الميلاد في كتابه الموسوم الأعمال والأيام، والذي يناقش ويطرح فكرة التقسيم التاريخي إلى خمسة عصور. ومن الجدير ذكره في المقام هو تقسيم الكتاب المذكور آنفا فترة العصور إلى عصور متعددة، فباكورة العصور تبدأ بالعصر الذهبي مطلقين عليه صفة التعايش السلمي وبروز العدالة فيه حيث لا شر ولا فساد، ثم ينتقل المرحلة إلى العصر الفضي، ثم العصر البرونزي، ثم العصر البطولي، والعصر الأخير وهو العصر الحديدي. ومن يلاحظ ويدقق في العصور سيجد أن العصور كلها تقدمت ازداد شرها وفسادها إلا أن وصلت إلى العصر الحديدي، ليبدأ العلم بعدها من جديد دورته المرحلية الجديدة. ألا تلاحظون يا أعزائي أن الفكرة المهدوية تأتي بعد اكتمال الشر والفساد لتبدأ مرحلة جديدة ليسود فيها العدالة والحرية؟ وبهذا نلمس أن فكرة الدولة العادلة موجود قديما، ولكن المفكرون الإسلاميون ينظرون نظرة أخرى. أتعلمون ما هي أيها الأكرام؟ ففكرتهم تنصب على أن الارتقاء التدريجي نحو التكامل هو الذي يولد الانتصار في صراع الحق مع الباطل، وهي فكرة مغايرة نوعا ما. سنوضح الأمر بعبارة مفادها التدرج التكاملي، وإن كان بطيئا يكون أسلما مما لو حصلت فجوة أو انهيار مثلا، وهذه بدورها سيؤدي إلى تعطيل أو تهويل قوة الخير بمقابلتها للشر. ومما يجب ذكره هنا للفائدة العظيمة وخاصة في قوتنا الحاضر، أن قوة الخير ستكون في المرحلة السابقة لمرحلة الظهور المقدس، متمثلة بفئة قليلة جدا بالقياس إلى أكثر الأشرار في العالم. ومن هنا نردد في الدعاء: اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلاتك عليه وعلى عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. وجوهر كلامنا يتركز
رمحه في نقطة نراها في غاية الأهمية ومفادها. إن مثل هذا التفاسير الرائعة والجوهرية عند الرومان والإغريق أو كتابات بعض فلاسفتهم كأفلاطون 373 قبل الميلاد في جمهوريته دليل على وجود الفكرة المهدوية في عقائدهم. ولإكمال حلقة الأفكار المترتبة في ذهنك عزيزي المستمع، فإننا نرى إشارة لطيفة وأفكار لا يستطيع أحدهم أن يعتم أو يغيب أوراقا عالمية حملت في صفحاتها حقائق مهدوية. فبالدراسة التحليلية لتاريخ الصين القديم نجد فكرة دولة الأمان والاستقرار حيث لا للظلم في نهاية البشرية، قد ركزت على 3 عصور. الأول منها وهو كونفوشيوس والذي سبق بعصر الفوضى، ثم انتقلت إلى العصر الآخر وهو عصر البر وهو فترة الإصلاحات السياسية والاجتماعية، ثم تنهي هذه الحضارة الصينية بعصر السلام الأعظم وهو نهاية المطاف التي تنتهي عنده معاناة البشرية. والفكرة المهدوية أيها الأكرام تشير بوصلتها إلى عصر السلام الأعظم، والملاحظ لمن يتطلع ويذهب أوسع سيجد أن المنح التدريجي الإصلاحي هو السائد على هذه العصور. ومن هنا نردد أن السواد الأعظم من الباحثين تركز أقلامهم إلى أن الصراعات الفكرية والعقائدية والمادية هي واقع حال الذي يعيشه البشرية منذ البدء، وعليه فلا يمكن الاعتقاد بالإصلاح التدريجي، إضافة إلى أن العالم بأسره قبيل الظهور إلى اليوم الموعود سيكون في حال المجتمعات بكل تفريعاتها أما جاهز أو مظلوم مسلوب حقه. نأمل أن نكون قد استفدنا جميعا من هذه المعلومات التي تغذي العقل البشري وتجعل المكلف على علم ودراية فيما يؤمن به ويعتقد بحقيته. أحبتي الكرام، إلى أمل اللقاء في حواريات أخرى، نستودكم الله ونصلي ونسلم على خير البرية محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا.